بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قشينا تفصل لباب شيعي كافرمي، سئل عمن قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فمن بابك دام رشتو بوت لباري أويك كان كس لزانعان وتو يعني ياخذ شنكس لصحابه وتو يعني باشترين يم امته ابو بكر دواو عمر لدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني برسيار لباوكم كرا يا برسيار لباوكم كردوا ككيو كي لصحابه لتابعين ولتابعي تابعي كان رايان ويا ككي باشترين كس لدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم امته آية ابو بكر جاء عمر اما راي شنكس. طبعا بلا باشترين كس وكو باسمان كلها بيشيشا لدواي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أمتها أبو بكر الصديق أن جاء إمامي عمر رضا ورحمة الله إليه بل أن جاء إمامي عثمان وما يجمع صحابي لسنة يجمعك كي نقليك عبد الله يكري عمر نقليك كي سبت سنة يبو ما نهينا أفرمي عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. عبد الله كري عمر فرمي رضا رحمتي الله ليه بيمل السردمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول الله صلى الله عليه وسلم بخوي زين دوب لنا وما نابو وهاولانيش وجود ينهبو هميان لنا وما نابون وأمقسيش يان أبيستو ويان زاني كبرتيبو لشي باشترين كسنا دواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق جاء عمر كري خطابة جاء إمامي عثمان جاء فرمي بيضان قبين شوارمان دياريناك وكبلي تفضيلك هبو لنيوان أبو عبيدي كري جراح أبو عبيدي جراح وبابرين علي كري أبو طالب يأخذ علي كري أبو طالب وعبد الرحمن كري عوف وطلحة وزبير وأوانك وإن جميع العشرة مبشرة يعني تاع عثمان يعني يقلع يكذبه بلهم لعلي ولبيني أوانايا مفاضلة بهمان شوى هي ناويتي. كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أبو بكر ثم عمر. عبد الله كري عمر فرمي لسردمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرمو يا من الصحابة باشترين كس لدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أنجا عمر. طبعا ما ابن عمر يجريت وديسان بهمان شوى هل ابن عمر كنا نتحدث على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رحمه رحمة الله عليه. فرميما لسدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانود باشترين يم أمة لدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن جاء عمر أن جاء عثمان رحمة الله لهم يعني بسان سندي كتر هي ناويتي هرلا عبد الله كري عمر وأما أرون أشكراك رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كان فرمون كان يقول دائما جئت أنا وأبو بكر وعمر ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وقلت أنا وأبو بكر وعمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جارك لنا صحابة يقسيكرد وفرمون أي فرمو منو أبو بكر وعمر رشتين بفلانش ومنو أبو بكر وعمر لفلانش ينهاتين ومنو أبو بكر وعمر وامانكر وامانود بخوي معناوي كالدواي خوي أبو بكر وعمر وارونيشا كرسول الله صلى الله عليه وسلم شت السركيوي أحد لقال أبو بكر وعمر هاتوا أمر رواياتك فرمي كيو كالذي فرمي جيجير بأي أحد أوي لسرت بيغمريك صديقك الشهيدك باشا أوي لسرت بيغمريك أو خويتي صديقك أبو بكر شهيدك عمر كوري خطاب رضا رحمة الله أن لسرت وهاتو شكا فرميتي عثماني لقلابو فرمي ويلا سرت أي أحد كالريو رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وأبو بكر صديقك ودو شهيدي شا يعني هم عمري كري خطاب رضا رحمة الله إليه هم عثماني كري عفان كهذا كان شهيد هاتوش علي لقلابو فرميتي وشهداء ويلا سرت أي بغنبارك وصديقك وشان شهيدك كهرسي كان لدواء أو أبو بكر وعمر بلين عمر وعثمان وعلي هرسي كان شهيد بون أو أنا همي رونا كتابة دياريك فشان فرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نعد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. أبو هريرة فرمي ما هاولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هميان وجودي أنهبوا لناو ما نابوا هر همومان أما نود باشترين كسلام أمتها لدوية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أنجا عمر. طبعا ما همي إجماع نقلية كابو ماني الصحابة هر همي إجماع نقلية كابو مان بابلين هي الصحابة بهمان شولي ابن عمر وهي ناويتي كافر. ما كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا. فلما لسردمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نود أبو بكر إن جاء عمر إن جاء عثمان أو شكشتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارين أكردو بيناوتين وانية يعني الرازية ببي جابوا يا أم تفضيلة ليرى لم سندانا إذا تبالكي قال تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير عزيب و هرب همان شيوبة سنة دي كتر هي نابيتي باش أنا فرمي كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان ثم لا نفضل أحدا على أحد. فرمي ابن عمر يمل سردمي رسول الله صلى الله عليه وسلم برستريني صحابة كان من دي أريا كتر يكما أبو بكر دوم عمر سيم عثمان يتر دعاء خلقي ما نوكو يكتما شاكر بلام خوي إمامي علي رضا رحمتي الله إليه بي هرقيز وكو خلقه تماشا ناكره فاشانا فرمي لي ابن عمر وديسان كنا نختلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا ما كنا نختلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأنا الخليفة بعد أبي بكر عمر وأنا الخليفة بعد عمر عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا ما إسنادك ضعيفة يا فرمي ما لسدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بابلين كوك بين اختلاف عن أبو لواك دواي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفة دواي أبو بكر عمر دواي عمر يجو عثمان بس أو ضعيف بهمان شولي ابن عمر وهي ناويتي همان تفضيل باش أنا فرمي عن ابن الحنفية قال قلت لأبي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر قال قلت فأنت قال أبوك بعد رجل من المسلمين. فرمي محمد يقول حنفية سولا ابن عمر وهنا إلى أبو هريرة وهنا يتسر علي خوي خدي علي خوي ككركي لي جارته. فرمي محمد يكري باباك من مود كباشترين كسل دواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمي أبو بكر تم دواء وفرمي عمر فرمي للسيما وتم أيتو تي باباك بياك لما صل معنا يعني نيف باباك لدواء عمر باشترينه شو كان عثمان هبو هرب السنة دي كتريج لا محمدي كوري حنفية وهي ناويتي بلام لو روايتي أنا أفرمي ترسام يكي كتر بلاي بوي وتمتوع وتنع باوك بحياك المسلمان بهمان شوالا عمري كوري خطاب وهي هنا أفرمي خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا إن خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فمن قال سوى هذا بعد مقام هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري عليه ما على المفتري. فرمي عمر كوري خطاب رضا ورحمتي الله إليه بوتاري أدا تاري أدا طبعا ما سندكي ضعيفة إمام أحمد بخيل فضائل الصحابة قرايتي انقطاعتي. فرمي لو تاركي فرمي باشترين كسد دوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر صديقة أو إلا جقل وبلي لدواي أمقسانا وككردن بوتانا وجلدي كم بجلدي كسكة بوتاني كردوه ولم حديثك سندك ضعيفة. فعشان لعمر وهنايتي أفرمي عن ابن أبي ليلى قال تدارؤوا في أبي بكر وعمر فقال رجل من عطارد عمر أفضل من أبي بكر فقال الجارود بل أبو بكر أفضل منه قال فبلغ ذلك عمر قال فجعل ضربا بالدرة حتى شغر برجليه ثم أقبل إلى الجارود فقال إليك عني. ثم قال عمر أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. ثم قال عمر من قال غير هذا قمنا عليه ما نقيم على المفتري. أما جهل إمام أحمد لفضى إلى هنا بيتي وبابلين سندكيك يا شيتي يا بلام
هنديك وكو قصي ابن أبي ليلى بصحيح داني فرمي دوكس لأبو بكر عمر كوت نقصا يكي كان جارود بو يكي كشان بابرين لعطاريد كان بو عطاريد بيشي يعني وكساني بيشي كان ويا فرمي عطاريد كوتي عمر باشتر لأبو بكر جارود جوتي أبو بكر باشتر لعمر أما قشتوا بإمام عمر فرمي باني كردنو دسي كربا ليانيا يا دسي كربا ليداني بابلين عطاريدك بدركي بغوچانكي لبيكاني جارو كردا جارو دكو دي تولا چو برادر لبرچاو انجا فرمي ابو بكر باشتين كسل دواي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هر كس يجقل وبلي ومن حدي كسي بهتانشي بسلا تطبيقك اما الامام عمر شو أبو عبتي بوينه باش أنا فرمي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر حذيفة كريمان فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي يتي لدواء خمدس بقرن بودوك سوا أبو بكر أنجا عمر يتر علماء أمان واليك داوته يعني بوها مكار وباركي دينو دنيا بو خلافاتيش دس بقرن بأبو بكر وأنجا دس بقرن بعمر حديث الإمام أحمد جرايتي وترمذي جرايتي ابن ماجه جرايتي وأحمد جرايتي وقصر سر سندكي هي بلا ما قاتب بلي حسن بطواوي سندكاني و قاتب بلي حسن هل حذيفه هنا يتي اقتدوا بالذين من بعدي يعني أبي بكر وعمر باش أنا فرمي سمعت الشعبية يقول قال مسروق حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة فرمي إمام شعبي فرميتي إمام مسروق تلبي بن مسعود فرميتي خوشيستي أبو بكر وعمر وزانيني ريزوشكوي أوان لسنة واتل ربازي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوك خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دواني خوش بيستوى وفضلي داون بسر صحابة كان ترى وبلو بيقى يعني زانيو حتى كافر كان جواني أنا زاني حر كافر كان وانا زاني لجنجي وحدا أبو سفيان كباني كروتي رسول الله ما وتي كزوابين ذات دعي فرمي أبو بكر ما كزوابين ذات دعي فرمي عمر ما وكزوابين ذات يعني أي جيزاني كأبلا بندية بوشيوية دعي رسول الله أبو بكر أنجا عمر يكوني خطابة باش أنا فرمي عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي يشيروا إلى أبي بكر وعمر واحتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهدي ابن أم عابد أمش بها ما شيوة سندي تري هي و أجاته بلي حسن لقلواني تراك أفرمي دس بقرن بودوانو لدواي خم أبو بكر وعمر وريبازي عماريش ريبازي كي باملين هداية ريبازي كي برلا أروناكي ونورا ودس بقرن بتشي وعهدي ابن أمي عبد ما بس عبد الله كريم مسعود وات الشيوازي بيرو كذني قرآن وسنة دلالان أو باش أنا فرمي عن أون ابن أبي جحيفة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر ولو شئت لسميت الثالثة أماش صحيح لعلي كري أبو طالب وكهات ولسلم بر فرميتي باش ترين كزد دواء رسول الله أبو بكر صديق دوات العمارة أقرب ما يسيعني جنابي عليهم فهمان شوا أفرمي عن أبي جحيفة قال كان أبي من شرط علي أبو جحيفة على باوكم يكي أبو لكي لشرطة كاني علي كري أبو طالب يعني بريتيبو لا يارمتي دارو بارزركاني أو فرمي وكان تحت المنبر فحدثني أبي أنه صعد المنبر يعني عليا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر وقال يجعل الله الخير حيث أحب فرمي باوكم فرمي من لجير منبركي علي أبو محرسياتي مكر إمامي علي رضا ورحمتي الله إليه بات شو يسأل منبر وفرمي سباس مستعيشي الله يكردو دعاء فرمي الصلوات إلى سر رسول الله داو صلى الله عليه وسلم فرمي باشترين كزلم أمتي على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر دعاء عمر جاء دعاء الله جل جلاله خيري لكويب ولا يكيب ولا بداني هرب همان شيء ولا أبو جحيفة وهنا يتيك علي كري أبو طالب بهمان شيوي فرموا بسن سندي كتر هنا يتي باش أنا فرمي عن الشعبية عن وهب السوائي بدو سندي تري هنا ويدو أخوي هر همان شنو قال خطبنا علي فقال من خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم قلنا أنت يا أمير المؤمنين قال لا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر
وما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. فرمي علي كوري أبو طالب وهبي دستوائي فرمي يا وهيب دستوائي فرمي وتاري بودين لو تارك فرمي أزالين كي باشترين كسل أم أمتا لدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي إيه مجلب الدس يا دائش يقول هم نتبان تو باشترين كسي فرمي نخير باشترين كز لم أمتا لدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أنجا دواء وعمر كوري خطاب وإيما لسردمي خمانا هرهمومان بنزيك ما نزاني لسر زاري رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر زاري عمر كوري خطاب حق بيت الدرو حق بيت الجو. طبعا هو بحديث جين الله نطق بالحق على لسان عمر وقلبي عن أبي جحيفة قال سمعت عليا يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. عن أبي جحيفة قال كنت أرى أن عليا رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا أمير المؤمنين إني لم أكن أرى أن أحد من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك. قال أولا أحدثك يا أبا جحيفة بأفضل الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت بلى. قال فقال أبو بكر قال أفلا أخبرك بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه. قلت بلى فديتك. قال عمر. أبو جحيفة فرمي من وامزاني علي كري أبو طالب باشترين كسر دواء رسول الله صلى الله عليه وسلم هيج كسدو باشترني. فرمي رجل كان بعلي كري أبو طالب موت وتم أي أميري إيمان داران من وكو خوم هيج كسي وباشتر نازام لدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتو فرمي نا وانية بيد بلام كي أبو بكر أي بيد بلام دواء أبو بكر كي عمر أبو شيودي ساندي علي كتبه فاشعنا فرمي عن أبي جحيفة قال لي علي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر ولو شئت لأخبرتكم بالثالث لفعلته. هل أبو جحيفة سمعت عليا رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قالوا نعم. قال أبو بكر ثم قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ قالوا نعم. قال عمر ثم قال ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد عمر؟ قالوا بلى. فسكت بعد سندي ترهيناويتي كبهمان شوى علي كوري أبو طالب فرميتي بخالكي بيتان بلين باشترين كس لدواي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وتي أنا بلا فرميتي أبو بكر فعشان فرميتي بيتان بلين باشترين كس لدواي أبو بكر وكي فرمي أنا بلا فرميتي عمر فرميتي بيتان بلين لدواي عمر كي فرمي أنا بلا بلان بيضان بوا نيوتوا. أما ثارانك هناي لم صحابانه هرلا عبد الله كوري عمر ولا عمري باوكي ولا علي كوري أبو طالب ولا أبو هريرة حبيبو معنا سلمين يكا للاي أهل سنة وجماعة إجماع هيك باشترين كس لدواي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أنجا عمر أنجا عثمان أنجا دواء وعلي رضا ورحمة الله أن ليبه. وما رد بو شيعكان كوال النار استوخو باشترين كس علي كري أبو طالبة أنجا دواء كركانيتي أي شويني أبو بكر عمر وعثمان لكوين أواني أنهر بي كافرة أربع مسلماني الناس بقرة لعنتي عن ليكن خميني كتابك هي الحكومة الإسلامية هركس يبروا بيخ بينته لبي بينك شون لعنتك لا أبو بكر الصديق لا عمر ولا عثمان ولا طائي صحابة ولا ذاكاني من دالان ولا بي بين بابك وفصل كتابتي بعشخات وندارشتوا هرتشي سكات يبيك إهدا أم كسك أو كتابك يتي وعقيدك يتي خلق بإمام يزاني هي مسلمانة خلق بإمامي مسلماناني أزاني وعليه أما قاعدة أمتك إمام أمتك أبي همان بدواء أبرين يعني شيء همان بدواء أبرين إمامة يعني شيء بدواء أبرين يعني وكو أوجين بالصحابة بين بداي كاني من دالاني بين هاوكين قرب سرويك دواء واكبر باش أنا فرمي أبو إسحاق عن عبد الخير عن علي سندك من هي لأبو إسحاق ويجل عبد الخير ويجل علي كري أبو طالبه همي لباري شيء ولباري باشترين كسل دواي رسول الله صلى الله عليه وسلم هربوا سنده هنا بيتك علي كري أبو طالب فرمي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر بهمان شوى أفرمي عن علي رضي الله عنه قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلثين سوى عمر ثم خبطتنا فتنة يغفر الله عز وجل عما يشاء بهمان شوى بس أنا ديك تلا علي وكافرمي رسول الله بيرجموا همومان وبدوا أبو بكر الصديق دوا إمام عمر فرمي أفرمي أنجدوا فتنة ما أن توجبوا
الله جل جلاله خوش ببال هر كسي كخوي لي خوش هذا أربع أمان شوية يقول على المنبر، يعني سمعت عليا يقول على المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. فقال رجل لأبي إسحاق: إنهم يقولون إنك تقول أفضل في الشر. قال: خير خير. فرمي أبو إسحاق جرايا ولا عبد خير وكعلي كوري أبو طالب فرميتي لسلمي من بربع عشرين كزاد دواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر صديقة أقرب معنا بيسيمش دواء عمر أقرب معنا بيسيمش تان بيالا. فرمي بيالك أبو إسحاق فرمو وتو أنا تو ألي باشترين كز لشرع. فرمي نعم لخير علي بهمان شوى هرلا علي وهي ناويتك. فرمي لا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر، وأحدثنا أشياء يفعل الله فيها ما يشاء. قال أبو عبد الرحمن: وهذا وهم من سويد، إنما هو عن أبي إسحاق عن عبد خير، ليس فيه عن أبي حية. ثم حدثناه سويد مرة أخرى، حدثنا شريك عن أبي حية ولم يذكر فيه أبا إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه مثله. وسندك تربها ماشي وهي نابيتي برام دواو علتك من لسندك يا أبو دياريك أبو عبد الرحمن مبسي في عبد الله كريم أبا أحمد. كأفرمي سويد أم حديثي جراته توشي وهم وراويك قواريوة كراويك عبد خيرك دوتي بأبي حية. فرمي وجالك كش أبو جراوي نتولى شريك وبها ماشي وهل أبو حية برام خوي عبد خير بهمان شوى: لا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر، ولو شئت لسميت الثالث. فقال أبو إسحاق: فتهجى عبد خير: خير لكي لا تمترون فيما قال علي. فرمي دعاء عبد خير تهجى يعني شعد شندير شعريك ودبوي خلقي لدواي أو أنا هيج راجي أوازيك لسر علي كري أبو طالب نبي. عن الحارث قال: كان علي رضي الله عنه إذا صعد المنبر سلم قال: يا أيها الناس، ما قلت لكم؟ قال الله عز وجل أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله، فتعقلوا به: فوالله لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أكذب على الله عز وجل أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على كتابه. وما قلت لكم من تلقاء نفسي فراجعوني: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ومن بعد أبي بكر عمر، والثالث لو شئت لسميته ثم يخطب. فرمي حارث علي كري أبو طالب شو يسأل من بر وتاردة سلامي كر عشان فرمي خلقينا من هيج تيقن بينا وتون لكتابك الله يا نبي ولا سنة رسول الله يا نبي بلكو هرش تيقن بيوتون لو دوانا جاء ويكا بو دوانا وتوما ولي قرن لي مكاري بيبكن شكا براسي شا آسمانك بيام خوش على آسمان وبر بدري مو بارنده بمفرين يولنا ومبري ياخد با بمبات وبمدا بجاك على ويا سحقم كاولا ناوم بري نوك قسيق هل بس تنبو الله جل جلاله وياخذ رويك بدا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هرشتيك بيوتون لخوم وابوا هو بيا بشنو يكسر ودي مقرن سبحان الله عليك يا ابي طالب واضح هرشتيك بيوتون لخوم وابوا لكاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتي او بس سنتي خوينا وابا خلفاء راشدين كش يلا اشتيك مد لخوم وابو بيا بشنو يكسر ودي مقرن جاء فرمي بيت عمبلا باشترين كسلم أمتها كي لدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ولدواء أبو بكر عمر رضا ورحمة الله إليه وقرب ميسانا يسيم إشمانا. بهمان شيء وبتشان سندي كتر هنا بيتي كادي سانا فرمي أقرب ميسانا يسيم إشما هنا. جاء فرمي برسيار بانكد أمد لعلي بيستوى بعبد خير فرمي بلى بسيان با فرولقاري كعبا مهمان شو هي نابيتي هر علي كوري أبو طالب فرمي خير الناس بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم أحدثنا أحداثا يقضي الله تعالى فيها ما يحب باش دين كزل دواي رسول الله أبو بكر دواء عمر دواء يما كسانيك بنشتانيك مانكر الله جل جلاله قضاوتي خويا كالا نيوان مانا رجي قيامك
عن علي بن أبي طالب لما فرغ من أهل البصرة إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وأحدثنا أحداثا يصنع الله فيها ما أشاء. فرمك علي كري أبو طالب كاتك أهل بصرة جيجير كردو شوية ناوي يعني اشتجابوا خطبة إذا لو خطبة أبو شيوي فرموا كلا سندك عين تراها توا باشترين قز رسول الله لدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أنجا عمر كري خطابه ولدواء أوانو يمشتيك ما أنكردوا كالله جل جلاله خوي شي بيع أو ما أنلقى لك أبو يو. همو أو بابتانا لسر أو أصوريته تا هزارو سيصطو حفتاو سي فرمي عن إبراهيم قال ضرب علقمة هذا المنبر فقال خطبنا علي رضي الله عنه على هذا المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر ما شاء الله أن يذكر ثم قال ألا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه ولكن أكره العقوبة قبل التقدم من قال شيئا من ذلك فهو مفتري عليه ما على المفتري خير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم حدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيهما ما أحب أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فرمي إبراهيم نخعي فرمي علقما للاي أم من برا فرمي كي شايب من بركة فرمي علي كري أبي طالب لسر أم من برا تاريب وين سباس استعيشي الله يكردو دعا الذكر الله يكردو باشان فرمي بيام قشتوا توقعوا ما نجمن بيشخن بسر أبو بكر وعمر أجر بيج أم أجدار يا عقوبة بنا عقوبة مين بلام استا أجدار تانا كمولد وي أم أجدار يا عقوبة تانية مولد تان قبول الله كم هركس غيري أو بلك يسبي تانا لهم جلدي كم بجلدي كسيكي بهتان شيء باشترين كز لدواي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر لدواي وجع عمر دواء إيه مش تانيك ما نكرد كيتر الله جل جلاله شيء بيه بوخوي بوشوي قضاه تكالن يومنا باشان أو قصي فرمو كام قصي زور زور بهيزا وإيكاك لقصة جوانا كان إمامي علي ثابتة لسالي بجرائتي وكافر مي أقر رقي ليك يبو شتيكي هرتيا به الله روانا وقر رجل الرجان أو كسا أو كسا بيتا خوش ويست وأقر كسي كيش خوش ويست شتيكي تيا به الله روانا وقر رجل الرجان وكسا بيتا دجمنا باشا يعني دجاتي طواو يقلا كروب ودجمنا كدر مبرا وخوشي يسي طواو يقلا كروش بو خوشي يسي كدر مبرا شو كبيجي بي وركان بقرنو لهردو سروا عكس بيتو او وقتا اقل بيتو تو همو رقي كيابي بو كسا مجالي خوشي يسي بو ناهاري تو اقل همو خوشي يسي كيابي بو كسا مجالي رقي بو نيشت بيتو بيجي ويش دجاتي وبكاو ليت هل قريتو دعاي توشي فتنة يقلو بي بهويو بهماشوان علي قال إني لا أعرف أخيار هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ولو شئت أن أسمي ثالثة لفعلت. عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ومن بعد أبي بكر وعمر ولو شئت أن أسمي الثالثة لسميته لحمي أما جيبوي كسيم كسين فرموه بس أو دوانيكي فرموه باش أنا فرميه. قال علي رضي الله عنه لابنه الحسن ابن علي يوم الجمل يا حسن ليت أباك مات من 20 سنة. قال فقال له حسن يا أبا قد كنت أنهاك عن هذا. قال يا بني لم أرى الأمر يبلغ هذا. فرمي علي كري أبو طالب قسيك ربو حسن كري فرمي لجنج جملة خوزقايا بصال لما بيجمرد مو جنج من أبيني فرمي باوكا من بيمنا خوشتو قسيكي خوزقايا نتكر فرمي دي أو تاني قشتون بو كأبو دارن جامعي كأبي وقصيب كم بو شوية بلن همان شوية بچان سنة دي كتري نابيتي كباشترين كز أبو بكر انجا دواء أو عمارة انجا دواء أو بيبين أبي سيمين باش أنا فرمي سمعت أبي رحمه الله يقول السنة في التفضيل الذي ذهب إليه إلى ما روي عن ابن عمر يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأما الخلافة فنذهب إلى حديث سفينة فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه في الخلفاء.
فنستعمل الحديثين جميعا ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. فرمي باوكم فرميتي طبعا مقصيلة في شيشا باسكر بومان لا تفضيل رين أبو بكر إن جاء عمر إن جاء عثمان ودواء نازانين كي بلام لخلافة رين أبو بكر عمر عثمان عالية أو رأي أهل سنة جماعة. باش أنا فرمي سألت أبي رحمه الله عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقال أبي رحمه الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة قال هذا قول سوء رديء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أمير المؤمنين أفنكذبهم وقد حج بالناس وقطع ورجم فيكون هذا فيكون هذا إلا خليفة. قلت لأبي من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي رضي الله عنه رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة. فقال أبي إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع من نفسه يتواضع قوله خبطتنا فتنة تواضع بذلك. أفرمي برسيار لباوكم كرا لباري تفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وطبعا لفضل شاء إمام أحمد رايواب وعلي لبيجم صحابة كانوا شنك هم جاري. أفرمي لبروي زاوية رسول الله بو كرمامي بو زو مسلمان بو جهادي كردوا قائدي بو خليفة بو آوة بو هر أوكي شخا. أفرمي برسيارة عن كل باري أو شوارو فضلي كاميان زياتر أو كاميان بيش كاميان أخرية. أفرمي فرمي أبو بكر إن جاء عمر إن جاء عثمان إن جاء علي شوارو خليفة جاء. فرمي برسيارة من لكر وتم كسانة قال لين علي خليفة نية. فرمي ويقسيك أقسيك بطال وخرابي كردو. فرمي أي شيء ألين لباري فرمي وصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم با علي كوري أبو طالب يعني فرمو أميري من داران آه إما وأنا بدرو بخينو بلين أميري من داران نبو خليفة نبو كو قمرياني كوالن يعني يجيبو خلقي كردو وحجيبو خلقي كردو ودسي تزيب الريوة هاو كسحة خليفة بيقو مانا وكسحة خليفة. أفرمي هنديك لخلقي بلغة بواهي أنه كحديثك حديثك كعبيدة إجارته كقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي كوري أبو طالب يفرموه رأيته لقل جماعة به لو باشتر رأي خود بتنيا سر بخوبه. أفرميه ومبستي أو بوك كبعلي كوري أبو طالب بلي بال الراكانتا تواضعها به خوبه كم قرتنا. أفرميه بويا علي كوري أبو طالب كاتك برا باسي خليفة كان يكري فرمو أبو بكر إن جاء عمر بخوش يود خبطتنا فتنة فتنيك بسر ما ناتي باري وهات أو تواضعي بك نيود من لسر حقم أواني كبطال بل كويو فتنيك رويت يكري. عشان فرمي عن سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة فخذ 2 أبي بكر و10 عمر و12 عثمان و6 علي. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي خليفة خلافة لدوار 50 صالة نجا دوار بملك. فرمي سفينة فرمي دبرة ما شابك دو صالي أبو بكر ودا صالي عمر ودا صالي دوانز صالي إمام عثمان مچن ما تشوار دا أما بستو شوار نجا دوائش 6 صالي علي كشش معنيه كراكيب وحسن أو جبيتا 30 سنة كبو شيوه بهمان شيوه لسفين وينات الخلافة في أمتي 30 سنة. قال فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا. قال فقيل له إن عليا لا يعد من الخلفاء. فقال بلى بني فلان فهم أبعد من ذلك. فرد بهمان شيوه السفينة فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي خلافة لدعي 50 صالة. فرمي مش حساب من كرز بني من بشش طالك علي وببسي صال. فرمي بلا متمان قومك هيا لان علي خليفانية. فرمي بني فلان يعني هوزيكن او قسان كدوا قسي هوزش بطالة بهمان شيوه هي ناويتي بسندي كتر همان بابت كم بس يوه بني مروان يعني كوركاني مروان حكم كوري حكم اورتا كانوا كعلي خليفة فرمي او دروه كانوا نيان بيكارو. طبعا حديثك من هيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي سيطلع عليكم رجل ملعون
فطلع الحكم بصحابة كاني فرمو بياويكي بنفرت كراو يسي تجورو بولاتانا فرميك هات سير مانكر حكمة بويا بني مروان ما بسي كركاني مرواني كري حكمة هشت حديثي كهاتو لسروي كقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنتي لمرواني كري حكمو لكركاني شكردو بلا مو حديثانا ضعيفا بس اوان اتشيت بابي حسن وك بابلين او حديثي فرمو لباري حكم خويوه بس كركانينا بلام كركاني انكاري لنا كري ظلمي ان لصحابة كر لان كشتن لان برين يتر خروجان لعبد الله كري زبير كردو او رونو اشكرايا لرقي حجاجة وكارساتيان بسر صحابة هنا كهنا بهماشي و لسفينة وهنا بيتي كخلافة سي صالة لدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم بس أنا ديكي تريش باش أنا فرمي عن عائشة قالت لما أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فوضعه ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه ثم جاء عثمان بحجر فوضعه ثم قال هؤلاء أمراء الخلافة من بعدي طبعا حديثة ضعيفة صحيح نية كافر مكاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقوتي مدينة بني أدنى دا بردك هنا داينا بدواء أبو بكر بردك هنا بدواء عمر هنا بدواء عثمان هنا جاء فرمي ما نسي خليفا لدواء يخون بس حديثك ضعيفة كتاي بابك حديثك سفيني هنا وتوكا فرمي خلافة لدواء يخون سي صالة دواء تربية بملكة أما ليرأى كتاي بابي رافض وشيعاه هنا فشانا شيت السر بابي كتب كافرمي سئل عن عذاب القبر وفتنة القبر برسال لباكم كراوة لباري عذاب قبر فتنة قبره طبعا جهمية كانوا معتزلة كان إنكاري عذاب قبر فتنة قبرك إنكاري عذاب قبر فتنة قبرك بيش أو يبتشينا سر عذابي قبر قرنجا بزانين كمردن هيا لبيش عذابي قبره وبابتا لدواء مردنوا دس بيكا ومردنيش مخلوقة مردن مخلوقة الله جل جلاله فرمي الذي خلق الموت والحياة الله جل جلاله مردني خلق كردو حياتي شي خلق كردو ولهمان كاتا مردن مصيبتك بس الإنسانة فأصابتكم مصيبة الموت مردن مصيبته قبريك بسر إنسانا ديت وأم مردن جيانا الله جل جلاله بوجه خلقي كردون ليبلوكم أيكم أحسن عمله ويتاقي تامكات وكامتان باشترين كرداركاني هي كفضيل كري عياض فرمي ليبلوكم أيكم أصوب عمله والعمل لا يكون صوابا إلا بالإخلاص والمتابعة أمر دنوجيانا هي بوي تعقيب كرينو كمان كردار كان مان باشتريني كردار كان وافرم كردار نابتة باشتريني كردار ورناقري هتا وكو أو دو مرجيت يعني بإخلاص ومتابعة يعني بس بو الله به وبوشي وبه رسول الله أنجامي داوة صلى الله عليه وسلم باشان مردن بريتيا لجيابو نوي روح لجسة مردن بريتيا لجيابو نوي روح لجسة جيابونوي كاتي هي كاوخوا وجيابونوي هتا هتايشي هي كاومردنا جيابونوي روح لجستا كاتيو هتا هتايا كاتي يكي خوا هتا هتايا كي بابلين مردنا وام خوتنا كش بمردني بتشوقنا الله سبحانه وتعالى لقرآن فرمي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى فرمي الله سبحانه وتعالى نفسكان أجري روحكان أجري شكاتي حين موتها كاتك بابلين يتوفى يعني كاتك أيان خواني فرمي أويل خوكياني كجي
او اجرته بو دنيا او الى خواك ابيك جوا يجري و ناجرته بو دنيا باشا فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الاخرى او يترك اجلي نهات وبمري اي جرته بو جيانه وشي كاجلي هات ويجري تبو روحي روح انسانش مخلوقه روح انسانش مخلوقه والله جل جلاله روحك أكيشة وروحك إيش أجري هو يجري لخواء أو يكيشة لا مردنا بويا أو إنسان لخواء توشي أبي مقدمة بوت يجشتن لو إنسان لجوارة توشي أبي شون كخو مردني هي كاتية باشا بلام روح كيشان مردني كي هتا هتاية تو لو خوايا لو مردنا كاتيا جاريوها كبيت عذاب وجاريوها كبيت خوشيو باشا كواتا أبي أم روحة بجيابونا ويلا جستي بكبيت خوشيكو مش كبيتنا خوشيكو هر وكو چون بخواكا كقرتني نفسك كبيت خوشيكو كبيتنا خوشيكو كواتا بمردنا كش كبيت خوشيكو كبيتنا خوشيكو هر وکو چون دو کز لپال یک خوتو یکان خوی خوش بینه یکان خوی نخوش او یک خوی نخوش بینه لخوی ایت لنا راحتی ول جهنم ول درد و بلای اوش خوی خوش بینه لخوی ال خوش گذرانی ول باشتو لنا ز نعمت ام دو کس ک لپال یکان هیچ کامیان حزب الکترین و هیچ کامیان بابلین زرد لویتریان نه و سودی بو ویتریان نه به همان شی و سزای گوری جوه اگون جه دو گار لپال یک هبن یکن لو پاری خوش گزرانی بیا بوی بوی بخک لبخکانی بهشت اوی تریش یعن لو پاری نراحت یا بوی بوی بچار چارکانی جهنم باشا بوی اعما ام خو بینینا که انسانی بینه او خوی بو خوی نمونه که لوی که لدوای و کشانی روح روح اچه بو یکی لو دو جیانه یا جیانه که خوش یا جیانه که نخوش وأمردنا لروج قيامته الله سبحانه وتعالى هنا سريع بريا لنيوان بهشت جهنم كبناصي حديثي صحيحة وملك الموت نا مردنا كخوي شو كان مردنا نعم يعني الدعاء وخوتنيش نعم يعني كأيش مردنا ككاتية حتى خد لدعاء خواك خبر بيت ورجي الحمد لله الذي أحيانا بعدما مماتنا وإليه مصير يا ولي النشوق كواتا بلي مردن مخلوقة بريتيالا قرتني نفسك ودو جوري هي جوري كان بريتيالا قرتني كاتي جوري كي بريتيالا قرتني هتا هتاي او كاتي خوا او هتا هتاي مردنا ولا هردو كيشيانا جيانك ابين ري شتانك ابين ري ام بيوتري خوبينين او بيوتري حق اليقين وراستيك بيغا أو يقينا كبيعقا باشان أم عذاب نعمة قبر بيوتري عذاب نعمة قبر بواي بيوتري لبروي زوربي إنسان كان لقبر أنرين زوربي إنسان كان لقور أنرين بواي بيوتري إقنا خوي لقرآن ببرزخي شناوي هاتو فبرزخيش ناويهاتو حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله جل جلاله وفرمي كاتك كمردندي إيخا بيكي لإيوة أقري يعني ملك الموت ديو إيوة روحتان بكيشي او وقتی ولن چی؟ ای پروزگار بمان گیر رو باشکم لو تمنع که پیمانه بخشی کرده دی چاک بکن الله سبحانه وتعالی فرمه گیرانونیه او قصه که همو کسی که همو کسی که خرابه کار و قصه که ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت همو کسی که او اجاو حسرته و او پشیمانیه که آل یکیشه بلام الله جل جلال و فرمه گیرانونیه و ایتر ابی او چه تجیانی برزخه لجياني برزخة بجيها تهرج قيامت
باشا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يعني لدواي أمردنا وأكيد جياني برزخ وهتا ورجي كزين وبيته ويجياني برزخ لنيوان دنيا وقيامتها لدنيا درتوي وبرو قيامته روي بوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبر بتشينا وبا أول منازل العبد من منازل يوم القيامة يكم منزل جاي عبدا لمنزل جاي كاني روجي قيامته إن جاء منه أقل لي رزقاري ببه ما بعده أيسا أو أويل أدواء أو أسان به بوي للايها مو بيغمران جيجير بو لكتاب كاني أنا أو للسنة أنا كملائكة كان برسيار أكن لعبد كان لقور كان يعني وقور سزايتيا ونعمت اشتيا ويكاتك هشتا دقي سزاي قور دان أبزيوا بصحابة كانوا أقادارينين أفرتك يهودي ديب ولا عايش خاتون أفرمي خلقي لو قوراتوشي فيدنا كري وبرسياري لي أكري ودواتر دوشاري سزا وعذاب بيقر نيزاني واتشتا بهشتي جاقر بيزاني نعمتي بهشتي بودي اگر بيزاني عايش خاتون عجائب لدي كبار رسول الله جرته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بالي وراسي كردو افرت يهودي كات لا يهود ولا نصارى لا طواوي دين كان تر بالي عذاب قبر ونعمتي قبر هيا وان بابتا شن دين اتي لسلا لا قران اكل واتانا كيسخ المعنى واتقي سوره مؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركتك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون والرون أشكراك لدواء أو مردنا وشيد رجعني برزخ وطار رجزين وكرد وبهماشي وآيات تري لسرى كالله سبحانه وتعالى لقرآن أفرمي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان دار كاتك ظالم كان كاتي أويان دير رحيان بكيشري منصي آية وأفرمي ملائكة كان من؟ لا دس دريجة كان باسطوا أيديهم بوشي بوكيشاني رحيان بوكيشاني روحيان لبنجا قوري بيانو روحيانا كيشن وبردوامي جليانا دان تا روحك كيشن علن او روحا بيسا دركا امرو ابيس زاب تشيجي امرو ابيس زاب تشيجي لكوين تشيجي رجياني برزخيا اقري خيط قبر لا قبرك اقري ناي خيط قبر جياني برزخي هي وهر ابيس زاب تشيجي امرو كواتو آياتا السلميني هر او دقي روحي كيشن برو سزار وانساني كافر هر وقت چون آیاتی دریش معنی سلمانه و دقیق روح انسانی من داره که شن برو بهش ترو برو نعزونی عمت هرو که فرمین الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اوانی و توانا پروردگار بانو پر اسلام عن الله سبحانه وتعالى وراسي عن کردو جيگير بون لسر صراط المستقيم تابوكو ام دقیق كملائكي رحمة دا بزيت سريعا روحي أنا كشيبي أنا لكي ترستان لسرنية خفد مخون باشا بلكو مجدتان ليبي لإيستا وك الرحمن كيشان بلو أو بهشتارون كبالنتان بيدراو كواتا أوانيش بروح كيشانيان يكسر بناز ونعمتين أو قبر أغن هل وكوشون كافرانيش بروح كيشانيان بس زاو بس زاو يشو أزاري أو قبر أغن الله سبحانه وتعالى لباري بابلين آل فرعون وفرمي النار يعرضون عليها عشي أو آتا لبيرم شيو ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فرمي أمانا لجياني برزخيانا لجياني غوريانا أجريان بو أهينريو سزا أدريان بي لبياني تعالى كروجي قيامتي جهاد آل فرعون بخلنا وطنترين سزاو بهمان شوكا تقباسي قومي نحمان بوكا الله سبحانه وتعالى فرمي مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا بهوي تاوانا كان يانو غرق كران يعني خنكين ران ومرين ران هل دواي مرين مران دلو غرق بوني شيان راسو خو شيان لكرا أدخلوا نارا خراننا وأقري جهنمو كاوش
آماجيب وسزايخو قور وشاندين آياتي تلا قرآن لسر أنبابتا هاتوا. طبعا لنا وقورا إنسان برسياري ليكري برسياري ليكري لباري سيشتو من ربك ومن نبيك وما دينك برسياري ليكري سيدانا برسيار بروردقارك يا دينك تشيه بيغمرك تشيه أمسي برسياري ليكري وأمسي برسياري للان دو ملايكة واكري تر هندي قالين ملايكة كاني ناو قور هندي قالين نكيرو منكر كامل حديثك يا ابو هريرة هاتوا كلمة نكيرو منكر بو إنسان كخرانا وقورو يكمين شد يكمين شد كارو بروية بيته أو دو ملائكته ملائكي نكير لقل ملائكتي منكر كديانا سري برسيارة كاني قوري ليه كان كسي برسيارة لدواي جواب دانو يو كسي برسيارة برسياري شواري ميشي ليه كري برسياري شواري ميشي ليه كري كبريتيا لوي شون والامي وسي برسيارة وزاني كافرمي قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت كتاب الله مخين دوا كأمي بو سلمان كان برسيارة نمدي يكري لنا وقورا يعني برسيارة كان يقول كتاب الله هاتوا لكي هاتوا لشاهتك هاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لو آتي هاتوا كافرمي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يظل الله الظالمين ما فعل الله ما يشاء أواني كهلي ما أن الله جل جلاله زماني أمبارا وجيكي لك لدنيا ولقيامة لنا وقورا كيانا جوابي برسيارة كان يام بيدرتهم أوانشيك أهلي كفر إيمانا الله جل جلاله قمرانا كالونا قوركان أهلي كفر نفاقا عفونا كمان الله جل جلاله لنا قوركان يانا زماني يانا قدر جوابي يام بيدرته شايستي جهنم يانك أولا قرآن أوهاتو أبوي بيزان قبرك تعليو برسيارة شون زاني وآتو لخيالها بيتو لقرآن أخيان دتو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت جابويا زانان ما نفرمون بلي ما آياتي لسرة أو سيبر سيارة آياتكش أو آياتيك باسمانك و أوانشي كأمبر سياران عن ليكري بنسبة جوابكاني وابن بسي بشو بشي كم يعني من داران كجواب برسيارة كاني أم بيدريته وبوشي و غورا كان بويا نبي باخلة باخي بهشتو و نهزو نعمتي بهشتي أم بودي ودرقائي كيوي أم بوكريتو كردارا كاني دي تبالي لشيوي إنسانكي ركوبيكا كخوي دواتر فرمودا كان هنا و وشيكا جوابي بين ادريته دو بشن كافر جوابي بين ادريته عليها هلا ادري او اللي يدري قبرك يبوي بابا شال ان شاء الله كان يا غير منافق عليه زانم برام زانينا كم شي بو اكو ايمان دارك اني قرات كتاب الله فعرفت يا فعلمت وصدقت وسلمت قران مخندته من دراسه قران مكدو كسيكي قران فين بوم لدنيا وتيجشتوم وتسليمي بوم وكارم بيكردو منافقه قال كره خلق شتيك يود منيش بدو انا اوتمو سمعت الناس يقولون شيئا وقلت فقلته ايش بها ماشي ولي ادريو او يبقى ايمان بو حساب ناكري ولي ورنا جيريو و غوركيته ويكوب ويبا شال ان شاء الله كان يدوزخ اما كومال مسائل بون كجرن بو انسان بيزانيه لمساله قبر نعيم قبر عذاب قبر ان شاء الله لاخير بابك شان دي مسائل ترى بيقصي لسركين فالمديه كم كلا بابك هنا بيتي فرمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. أما حديثي صحيحة فرمي أبو أيوب أنصاري جاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هات درو لنزيكي مغرب أبو هات درو لنزيكي مغرب أبو جيلة ضنجي أبو ديارة ضنجي دنجي أو كسانة بو كلنا وقورا كان يعني سزادرين ليهودية كان تابدواني مدينة فرمية معنا دنجي يهودية كان كسزادرين لقورا كان يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاري كان لقى الصحابة كان لمزقو تادانشتوا ما هاو شيوه فرمو ديه لبرد زلميكي قورا ديه صحابة كان فرمون دنجيكي قورا هات همو من بيسمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أزاننا ودنجي چي وأنا الله رسولك إذن فرمو يو برديك حفتا صالة لبيته ويسقشت بني جهنم بني بنوي
فرمت شين تماشا من كريك على سر جوركان منافقين مردبو لشان مدينة كواتا ليرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نفرمي ومنافقي وكافري كأمري أو خلط بيته وبناو جهنم جاء فرمي ومنافقش منافقشي كمردبو تماني حفتا صالة بديك حفتا صالة قلوا ربيته وتاكو تناو بني جهنم. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت عليها يهودية استوهبتها طيبا فوهبت لها عائشة فقالت أجارك الله من عذاب القبر. قالت فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فذكرت ذلك له قلت يا رسول الله إن للقبر عذابا؟ قال نعم إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. فرمي عائشة خاتون فرمي ديا لصحيح بخاري مسلم شاهاتو فرمي ديا صحيحة فرمي آفرتك يهوديها ومالمان داواي بونيك ليا كردم عطر وتي عطرك مبالي بهدية بونيك مبالي بهدية فرمي منيج عطرك ما بهدية تماشاك عائشة خاتون عطرك بهدية دا بيهودياك ساقرتو عطر بي بيهودية بهدية شو بيهاك عارض كان بيهودي خوي يهودي أو كو خوي أما كابراهو اعتزالي بو هنائنا وداري بردين ليكر دين وعطرك لمكتبك يا أبو حزي ليكر دو بردي يا معني كسي خلق يا ميكر بو الآواء خوارج طبيعتك كان ما ينكر بو أروامون أو روشت يعني أفرمي من يجي عطرة كم بيدا بهدية أفرت بيركش يهودية كا يا بيد نبو دي على جنج بو فرمي الله بتباريزي لسزاي قوار فرمي من يجي أعمكوت الظلم سير بو بلامو تا رسول الله هاتوا صلى الله عليه وسلم وتم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم آية لنا وقورة سزا هيا ها فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بلا بله خودی یهودی کان بخواین سزا درن لنا و گورا کان یعنی اجلا کان یم گیل سزا کان به ابن تیمیه کاتک اسبی خلقینه خوشکاو ناوسکی شته کی تیکاو درینایا ور دور دا اوصا باشا تخریق و تقیه و یعمرد ای فرموم اسپانه برن بو گورستانی شیعه کان رافضه کان سریا نزم کنو بولای گورا کان یعنی فرميت شنو وانا كرت اسبكان الصلمين وترسان راينا كرت اهاتنا دروا يكسر راسو خو توشي سكتشون ابونو بس سكتشون سكيان باك ابو تشاك ابونو جا فرمي فرمي ان بو وان لها فرمي او جوي ان لس زاينا او غوري رافضه كان بي شيعك بو وان عشان فرمينا حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول فقلت كذبتي فقالت بلى إنا لنقرض منه الثوب والجلد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذه فأخبرته بما قالت فقال صدقت فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومئذ إلا قال في دبر كل صلاة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عذني من حر النار وعذاب القبر. أماش حديثك صحيحة أما للاي نسائش هاتوا بسنة دي كتر عايش خاتونا فرمي يهوديك هات مالمان يهوديك هات مالمان للا مان بو فرميوتي إما كاتك كميز بر جلوبرغ مانا كوي يا بيس مانا كوي بيس تكدا تاشين جلوبرغ كش درين فرين چونك زور بيس زاي ناو غور بهي ميزوي كميز برك زور بيس زاي ناو غور بهي اووي كميز برك يعني تو خو ميزكي ميزكاكي بخوتا يعني ميزكا بر جيني لخوت يعني لكاتي ميز كردنكا خو باك ناكيتو لکاتی میز کرد نکه تارت نگری خود پاک نکه تو جوان افرمی فرمی زور بی سزای گور به هوی اوه لناو قبر کتاب به هوی اوه سزا دری
أفرمي عائشة خاتم من جدن بخوار أزناكي تدروكي يعني كي بدروخ استوى سزاك بهو ميزة وبه هاي فرمو نك إنكاري عذاب قبرك عائشة خاتم جابوا معلوماتان مدخل يكان أما هنا حرك يبوغن كان جماهن وقبر فرزقان جماهن ألان كي ألان عائشة خاتم باوري بعذاب قبر نبو كافر جنبو كاتا باور بينا بكافر نابي وأي كان ببلغة بوشي بو عذر بجهل لكفرة كعائشة خاتون إنكاري كامي كربه يميزه عشان فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم درشو بو نيج منو أو آفرة يهودية جي إنكاري معنى كردنك من برز بيو تا قرائيو كقرائيو وتيو بو دنك تان برز بيو وتم ولا ولا زور بي سزاينا وقور بهوي خوباق نكرنا ويلميز عائشة خاتون فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بالي راستك زور بي سزاي ناو غور بهوي خوباك نكرد نوايا ويلميس ويمي على برجي ميزي بركي ويمي على برج جسمه بكي وحديثي تريش معنى لسر وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي عامة عذاب القبر من البول زور بي سزاي ناو غور بهوي تشيوي بهوي ميزة روايات اختلاف من البول والنميمة وهي ميزو نميمة وبهماشي ولا صحيح مسلم وبخاريا هاتوا تسر دو غور رسول الله صلى الله عليه وسلم كيسايه هنا فرميهم دو غورة سزا أدرين وسزا أدرين لسرشتيك سزا نادرين قرز به لسرشتيك سزا أدرين آسان بو خوي يعني ليه بارز بلا مخوين لينا بارز أو يشتي بو أي كان نميمة كردن بو أو يتريشان خو باك نكردن و خو نبارزن بو لميز كبرا خوي نبارز لميز أربد يكو ويقرنج الإنسان خوي بارز لميز ونميمش نكا باش أنا فرميتي إنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم همو دعائكي لدعائي نجي فرموتي بروردقار جبريل وميكائيل وإسرافيل بن بارزة لسزايا أقرب بن بارزة لعذاب قبر باش أنا فرمي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول لي شعرت أنكم تفتنون في القبور فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أينما يفتن اليهود قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر فرمي عائشة خاتون جاركان أفردك يهودي هاب ولامو رسول الله صلى الله عليه وسلم للام بولا مالا وبو أفرت يهودية فرمي آية إيوه هستان بوكر دوك هستزا أدرين لقبرة كانت أنا أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أخوه فرمي بلكو يهودية كان سزا أدرين لنا وقورة كاني أنا أنجا أفرمي دواي ماويك عائشة خاتون أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بي فرموم أي عائشة خاتون زانيوتا بوحي بوم هاتك إيمش مسلمانانيش سزا أدرين لنا وقورة كان معنا أقر بيتو تاوان معنا بي ياخذ خلاف معنا بياخذ خوان باغنا كين ولا ميز ياخذ نميمه بكين فرميت الدعاء بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دردان بنا يقربا الله جل جلاله لعذاب قبر طبعا مجدي سان هذا بيبقى تفسيري او رواياتي بيشو وبرد بو قمره وسلي شواني كان فرمدانا كان ببلقى بو عزر بجهل لكفره وكو ددوي كان محمد حسن ددوه كان ببلقى كليرا فرميتشي طازب يوم قشتوا ايه مش سزادرين لنا قورا كان معنا بوه كاراني كباس كراو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي هشتابو إنا هاتبو ويقرب ليني عائشة خاتو إنكاري وشي كدبك لسرمي السزع بدري لنا وقورا كتاب يش هاتني وحي بو دعيك هاتو إنكاري بيدا بيانك بدو بلا موانا يمر الشيرك وكفر كان دعي تشيكا دعي هاتني وحييكا كما تعزري عني جنبو يا مش هربها من شوى ورواياتها تفسيرك إن شاء الله درسي دعاته بردوام الله رواية كان والحمد لله رب العالمين.